كمان من الصبح بقى الخبر اللي كان سعيد، شوفوا حجم التقدير الدولي للنادي الاهلي، وشوفوا قيمه الحدث اللي النادي الاهلي موجود فيه، وشوفوا قيمه ومكانه رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. لما الاتحاد الدولي لكره القدم يبعت لرئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب عايزين التيشيرت بتاعك بتوقيع منك، عايزين فانيله الاهلي بتوقيع من الكابتن محمود الخطيب لوضعه في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم في السيكشن الخاص ببطولة العالم للأندية. وده أول مرة، أول مرة يعني هيتحط تيشيرت لرئيس نادي مصري أفريقي حتى أفريقي في هذه البطولة. فهيبقى هو برضه كدأب النادي الأهلي وقيادته، هو الرائد وأول فانيلا هتتحط في هذا المتحف، وهو كان حريص يكتب كلمة يعني دعواتي دعواتي والنادي الاهلي لكل اسره كره القدم لكم بالتوفيق دايما. ايوه، والحقيقه هو تقليد جميل، لان طالما انك عملت متحف يبقى ده بيوثق لذكريات كثيره يعني. وده ياخدنا للامل في متحف النادي الاهلي بقى. ما احنا كلمناه فيه وقال ان باذن الله هيكون، شوف هو ده قرار خلاص ان مع الاستاد الجديد والمنشآت الملحقة به هيكون في المتحف على أعلى مستوى بإذن الله تعالى.